التوتر الذي تشهده طرابلس أدى إلى إقفال المدارس والمحال التجارية ونزوح الأهالي من منطقتي باب التبانة ذات الأغلبية السنية المؤيدة للمعارضة السورية وجبل محسن ذات الأغلبية العلوية المؤيدة للنظام السوري. عيلتي رمت بنتي على الفزع، ما الفزع، قاعدين نحن هلا بالشوارع تحت الخيمة. طرابلس شهدت أعنف الاشتباكات خلال الساعات الأخيرة بين المنطقتين، استخدمت فيها قذائف الإنيرجا بشكل كثيف، وينفذ الجيش اللبناني منذ صباح اليوم عملية إعادة انتشار في مختلف خطوط التماس. ويأتي تصاعد حدة التوتر على خلفية مقتل ما لا يقل عن 14 مسلحا إسلاميا من شمال لبنان في بلدة تلكلخ السورية القريبة من الحدود قبل أسبوع، رغم إعلان دمشق موافقتها على طلب لبنان تسليمه جثامين المقاتلين الإسلاميين. في هذه الأثناء صعد تيار المستقبل من لهجته مطالبا بمحاكمة زعيم حزب الله لإرساله مسلحين وأسلحة إلى سوريا في حملة مضادة على اتهام قوى الثامن من أذار النائب عن قوى الرابع عشر من أذار عقاب صقر بتسليح المعارضين السوريين. مصادر أمنية لبنانية تتخوف من استعمال طرفي النزاع أسلحة مدفعية ثقيلة تستخدم للمرة الأولى منذ نهاية الحرب اللبنانية، وأوضحت أنه في حال تدهور الوضع ستكون هناك تداعيات أكبر على الصعيد الأمني من غير الممكن التنبؤ بنتيجتها. ريما شلون، بي بي سي.